قمت واقع، وبعدين هما اللي خسروا وانا اللي فزت. طب كويس، يلا ما نجيب السلاح الجامد وفنشت كل اللي لولو. لا، ده الولد الاصفر طار طار في السماء. انا طاير طاير طاير، انا طاير انا طاير. ايه ده يا راجل؟ ايه ده؟ بص عم امشي يا ابني، امشي يا ابني. ايوه سلالك بكل ولا ولا ود 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 البس ولا يا اخي. مفيش غنى وهو مالك ساعتها تعالي دوت تعالي اجيبني 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 كده. يا شكله هو بقى الكينج. مش محاولتين محاولتين. الله خلي يفرز، يمشي يا فرعة. عايز اسكت تحل هاخد استحالة تسخن من ده. يا خرابي على فكرة. العيال دي بيستعبدوا الأشياء، دول محترفين بس انا فزت عليهم. اخرجوا لا 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 مش انت كنت عاوز تبقى قلت مش اي حد يقرب من هنا ولا خلاص كمان. كان جود جيم بصراحة، بس مش بدنا نكسب. نسيت ايه ده؟ سلاح؟ يا خرابي ده الاثنين بيتفقوا مع بعض بس بيفنشوا بعض. عظيم. مش انا بس كنت ار بي جي تعالوا بشو. ده الولع عماني فنشته بقى كفتة. ده الولع بقى كفتة. بص انا